فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، وبين ما ذكره المؤلف أنها واجبة فقط على المسلم؟ هو مسلم لكن ترك الصلاة، هو مسلم لكن ترك الصلاة فسلكه الله في سقر، هذا دليل على أن ترك الصلاة كفر. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.